هنروح للاستوديو الاخبار حساني بشير واستاذ رضا عبد المنعم في لغه الاشاره. صباح الخير يا حساني. صباح الخير زميلتي ولا اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين، وهذا وموجز اخبار التاسعه، اهلا بكم. اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد 149 فلسطينيا من بينهم اكثر من 41 طفلا و23 امراه جراء العدوان الاسرائيلي على غزه الذي يتواصل لليوم السابع على التوالي. هذا واستهدفت الغارات الاسرائيليه اليوم منزل رئيس المكتب السياسي لحركه حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار قصف القطاع. يأتي هذا بينما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي القطاع الساحلي لغزة بعد ساعات من تدمير برج بوسط مدينة غزة يضم العديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية. وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت البرج بسبعة صواريخ ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض. أضافت الوكالة أن سبعة فلسطينيين من بينهم صحفي أصيبوا في هذا القصف. على الجانب الآخر قتل إسرائيليون وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية. وقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط صاروخ في ضاحية رماد جان قرب تل أبيب تسبب في اندلاع حريق بإحدى السيارات، كما سقط صاروخ آخر بالقرب من مطار بن غوريون، في حين طال صواريخ أخرى مستوطنات في رام الله بالضفة الغربية. ونبقى في الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 15 فلسطينيا في الأقل، فضلا عن أكثر من 150 مصابا. وقد سارت مظاهرات غاضبة في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية دعما لقطاع غزة، تطورت إلى مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص صوب المتظاهرين. وقد ذكر مسؤولون أمنيون أن المواجهات الدائرة بالضفة الغربية هي الأعنف منذ سنة. وقد اقتحمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتله، وقد اعتدت بالضرب على المتضامنين مع اهالي الحي في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفه مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لبلده الرام الواقعه بشمال القدس. وفي بلدتي عناتة وأبو ديس بشرق القدس أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة انطلقت من قرية العقبة نحو حاجز تياسير العسكري بشرق طوباس بالضفة الغربية نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والرصاص المطاطي. هذا وقد تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن، هو الاول بينهما منذ دخوله البيت الابيض. وقد افادت الرئاسة الفلسطينية ان عباس طلب بايدن بالعمل على وقف الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وغزة والضفة الغربية. اكد عباس ان الامن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وغزة، كما أعرب بايدن عن قلقه إزاء أمن الصحفيين وسلامتهم بعدما دمرت طائرات إسرائيلية مبنى يضم وسائل الإعلام في غزة. في نفس الشأن تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني شاه قريش، الذي أعرب عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد أشاد وزير خارجية باكستان بالتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف، وتناول الاتصال الهاتفي سبل التنسيق ما بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية ولدعم جهود التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في نفس السياق اتفق شكري مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي آخر على التشاور والتنسيق من أجل إنهاء التصعيد العسكري على غزة، كما بحث شكري في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تطورات الوضع إقليميا على ضوء المواجهات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وجهود مصر لإنهائها.
في الشأن المصري المحلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 244,520، من ضمنهم 180,577 حالة قد تم شفاؤها. وأعلنت الوزارة تسجيل 63 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14,269 حالة. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.